38 كيلومتر من بيروت توصل على منطقة حالات بقضاء جبيل من بعد نهر إبراهيم. منطقة كتير حلوة، هي أكتر بكتير من بحر. 6 رواقات من أصل 13 وقفة اليوم لحديت السانسيت. مشوار حالات ببلش هلا. بلشنا الحلقة، أول ترويقة للمنقوشة عندهم مش مخشوشة. يلا بونجور. بونجور، صباح الخير. منقوشة مش مخشوشة، ليش اسمه هيك المحل؟ لأنه شعارنا نحن كل شيء بلدي بنعمله. أنا ومرتي قلنا 30 سنة بهالمصلحة وشغلنا نظيف، وأنا وياها بنشتغل بس. الجو عندكم بياخذ العقل، شو رح تذوقنا اليوم؟ اليوم ألذ شيء عندنا كباب الحزينة وبيض بقوارنا. إذا دلفيكم تاكلوا نعطيكم زعتر وبندورة وبصل مخبوزة بالفرن. شغلة ليك، نحن بنقطع، بنجيب الجالون بنقطعه لبنة. ما تاكل غير من الكيس. لمطمك منهم أنت، ناكل منهم نحن قبلكم. هاي البيض بقوارنا. هاي البيض بقوارنا. بلش الحتى قديش حلوة. أم الياس ونوي البرتبان إزاي كله. عجينة كتير رقيقة وبيض. العجينة كتير خفيفة. شو أشبه؟ العجينة خفيفة، البيض كتير خفيف، قوارمة منه كتير مدهن. أهلا أهلا معلم صحية. غير شكل، بتحسوا طعم مثل البلد فيهم. الجو عندهم لذيذ، كله عم بيضحك. شو كمان رح دوق؟ لبنة بلدية شغل ايديهم. يلا عم ناكل. ماي يقول لك الله معي. واحد بيشتاق لطعمة هيدا اللبنة اللي مش لبنة علب. يلا تنادي البيت. بقد الشغف اللي فيها. سلم دياتكم. أكلتكم كويس. أهلا وسهلا فيكم، شرفتوا. تاني وقفة عند بيير. بس هاي بيير. هاي كيفك؟ كيفك؟ ترويقة. أش بدي روقك؟ بدي روقك زعتر. زعتر. نحن كوننا بالسيام هون وهيك، بدي روقك زعتر. يلا. بتعرف أنت محلنا قد ما هو متواضع، يعني منه ما عندنا هالديكورات وهيك، بس تاخذ بنقوشة سوبر طيبة هون. محل زغطور يعني. بيير ضحكة على وجهه، رح يدوقني زعتر ورح فوت لعنده تنشوف كيف بيعملها. في ناس عم تسأل ليش زعتر؟ ليش بحب المنقوشة هالقد؟ بحب المنقوشة هالقد لأنها لبنانية، لأنها أصيلة، لأنها طيبة، لأنها ما فيها سكر كتير على بكرة. وليش بالضيع عم ناكل دايما منقوشة؟ لأنه الكنافة بقلب الضيع ما كتير على الموضة، لأن الكنافة بدها كتير عجقة ناس تضل الجبنة مغطى ما تنشف. فبالضيع الزعتر والمنقوشة والعجينة الطيبة والزعتر البلدي والزيت الغير شكل وبيير وضحك على وجهه. يلا حبيبي زعتر. هيدي منقوشة الزعتر، تفضل دوق. بس كان بدي اياك حط لك بندورة بدنا ندوق الزعترات. هلا بتدوق، هلا بتدوق عجينة كثير طيبة. واو طيبة طيبة. انت نقذتني الصبح بعدنا واعيين. انا بقالي الساعه 6. تدويقة الزعتر بحط ضحك على وجهي كل النهار. الله يقويك. ست رز، شو راح تدوقينا؟ في زعتر، في جبنة، في لحم بعجين، في بيض بقوارمة، في على كشك. زوقي. كيف تروق انا وياك؟ خبرني عنك شوي، خبرني عن التاريخ يلي بينقرا بعيونك. إذا واحد بده يحكي كلمة يبرمها بدماغه قبل ولا بيورها يفكر وين بده اتصال
بطلع جلسه والله بيضحكوا هناك. يلا كون هلا بدكم يلا كون كل محل نورك. انت قاعد بالفرن وصرت عم تقول لي هالقد طيبه فيك ما تاكل؟ ما بلا بيض. انتوا عجينه محمصه بيض وقوارمة مثل قوارمة مش شايفينها قبل تجي شقف قوارمة مش مفرومة. لا مش انا بربح جميل اصحاب المحل اعملهم بتصيدوا هيك ولا لا؟ كلمتك من ذهب شرويت دايلن. انا من بيروت. بيروت يا بيروت يا بل فجيعات تحتين. شو عم نعمل هون؟ كشك مع بندورة؟ كشك مع بندورة وبصل. وهون سلق؟ سلق. ست تيريز واحد بيجي لعندك تيتروق اكيد ترويته كثير طيبة بس بيفل متعلم بيقعد مع عم سليمان بيتكسب شوي اكيد ما عنده كبير يشتري كبير. خبريني شوي عني، خبريني عن الفرن، خبريني قديش صار لك هون. انا صار لي بالمصحة 25 سنة. وبحالات صار لنا 24 سنة نشتغل مع بعضنا كمان. منقوشة بلدية، زعتر بلدي، عجينة كتير رقيقة، محمصة مزبوط. نعم. مرسي. أهلا وسهلا. باي. خليك بصحتك. خليك خليك خليك. مرسي. باي. باي. رابع ترويقة عن توني. هاي توني. هاي كيفك؟ هلا قبل ما نبلش قالوا لي توني وملقب بزورو، ليش زورو؟ من انا وصغير بعثوا لي هيك بلعبوني وكنت هاتك لا كنت شوي وبطلنا. خبرني شو رح تذوقني؟ رح ذوقك اللحمه والبيتزا. اللحمه والبيتزا اللحمه اللي بيقصوني عليها والبيتزا كمان رائعه. انا معك لحمه وبيتزا عن توني زورو حالات. يلا خبرني بيوم العادة انت كيف؟ كتير رايق بس ما بحب حدا يزكزكني وكتير محترم مع العالم والله. شكله بزكزكوك كل الوقت. لا ما توني قد صار لك هون خبرني؟ شي اربع سنين. صار اربع سنين فيها حركة حالات رابع وقفة واكيد طيبة. ليش بسترجي اقول غير شي؟ واقفة، حمصة، عجينة بيضة. صارت قلت لي مشهورة هلا فهمت ليش. طيبة كتير أنجأ بتحسوا بالعجينة، لحمة كتير طازة، كتير خفيفة، ما فيها توم. كل يوم بسم الله بعمل كيلو وبرقع كتير العجينة وبكتر اللحمة، بالغمة اللحمة يعني بكرمة. بياخد عقل. ايه. واو. بين الدريقة فيها هيك فريشنس قليل ما تلاقوها باللحم العجين. كل شيء بقلبها كتير مفروم صغير ما بتحسوا فيهم. والبيتزا على النار. تنبلش عجينة مش مثل حيالة عجينة بيتزا كتير محمصة، جبنة كتير غنية. شغلة جبنة الطفولة، جبنة البيتزا تبع البيتزا اللبنانية الأصيلة والكتير طيبة اللي منها معجقة. صوص طماط كتير خفيف، العجينة اللي كتير محمصة. صحتين، ألف صحة. روعة. بيتزا بحالات أنتونيو. ما تخافوا ضحك على وجهه وشاب طيب. توني مرسي. ألف صحة. يا ريت تجوا كل يوم. رندا هاي. معقول انت هون ما بتمرن عنا؟
ركض كلنا. راندا معنا بسوق الاكل. راندا هي ماما زوفل والوفل الشهيره تبع سوق الاكل. رح اجي اشرب قهوه سريعه بس لازم كافي. اكيد لازم يعني اشرب قهوه على السريع. يلا العنزوقه حنزوقه مرجوحه مرجوحه هي قعدتنا هون مفضله مرجوحه ايام زمان مع هالبيب الخشب القديم. اي والله. والدجاجات ورانا كنت تجي على السوق تجيب لنا بيض وتجيب حليب وتقول لي هول من عنده. ما كنت افهم كيف يعني من عنده، فهلا فهمنا. ما حدا خبرني هذا السر، خبريني شوي. فت عملت القهوة والقهوة عملتيها بغير طريقة، على طريقتك، شلت فنجان مي، رجعت شلت القشوة، رجعت خلطتيها، رجعت هلا انت عم تحطيها الى طريقة، خبريني شو اللي بيعمل قهوة طيبة. ما هي بس تشيل فنجان المي بتعمل القهوة بتسمي الكشوة بترجع بس تحط لها هيديك بتضل القشوة وبترق بتضل فيها تقل وبنفس الوقت خفيفة. غير شكل. قهوة عقصولة. انبسطت شفتك وانا كمان انبسطت هالسربريز الحلوة اللي مش عاملين لحساب. بريك سريع ببرمة حالات ومنكفي معنا طويل اليوم. بونجور. اهلا بونجور. تفضل. يعطيكم العافية. الله يعافيك. عايشة عندكم صحتين. فرن زاهية خامس وقفة إلي اليوم. اهلا وسهلا. ولازم تكون واحدة من الأطيب. خبريني شو رح تذوقيني. في زعتر، في جبنة، في لحم، في فطاير، في مرشة اكسترا. زعتر مع خضرة. زعتر مع خضرة. بعد ما اكلت زعتر مع خضرة. كرم ولبنة عندي. عندك؟ لبنة فيه. زعتر مع لبنة وخضرة. منقوشتي المفضلة. تكرم عينك. بقدر اكل هيدا الشيء كل يوم. زعتر، لبنة وخضرة. هي اسهل بردوش، اسهل تروية. عن جد. تفضل. إذا شوية بردوشية المشي. واو. غنية. ها هي. رقيقة، منا معجنة زعتر بلدي. ايه زعتر بلدي، مضبوط. وخضرة تقرش و سوبر اكسترا. سوبر اكسترا، حاولتيك. ولبنة. كيف واحد بيقدر يشبع من هيك شيء وما ياكله كل يوم؟ بتتهموني بالمنقوشة هاي. بعد بدها تروح يا عم. اوكي معي. بفيلك. خبرينا عنك. قل لي. قد ايه صار لك هون؟ قل لي 39 سنة هون. يعني أنا فلت بال 82 81. تليفوني عم بيدق تعالوا ردوا. لا لا. أخذنا طريق بحرية. اشتغلنا وكتر خير الله. مستمرين. يعني كنت هون على أيام كانت الطريق البحرية هي الطريق الأساسية. مظبوط، ما كانش في أوتوستراد. كانت العجقة كلها كان بعده مشال المر عن يعمر الشاليات هون. كان ابنه الياس يجي لعندي لهون. كان فرخ بتسحب. حبيت كثير لقمتك، حبيت عجينتك، حبيت كرم المنقوشة. وحسيت فيها شغف ما بلاقيه وين ما كان. الطعمة هي النفس اللي حطيتي فيها. ميرسي الله يخليك. هالوقفة منا مثل غيرها. هالوقفة عند نمر، بطل نمر، نمر بعينه وعائلته يلي ما بيقدروا يحكوا بس كل حالات بتحكي عنهم وبيعملوا شغل بياخد العقل. جيت قضي شوية وقت معهم وشوف كيف بيشتغلوا. نمر حداد فرنجي بيشتغل كله بإيده، الحديد اللي عامله برا والأشياء اللي بتشوفوها بالمحل كتير حلوة. عم نعمل هلا درابزين لبيت. رح جرب افسركم انا قد ما بدي قد ما رح اعرف. هو درابزين للبيت مزبوط، لكن هذا الدرابزين القساطر تبعه الحديد المفتول. والنمر بيعمل كمان كل شيء حديد لبيك ابات. اذا عندكم بيك اب تطلعوا لعنده بيعمل لكم الصندوق تبعه كله على الايد. حبيت
شيء بيفتح القلب عن جد، ما بيحكي ما بيسمع، عيلته كلها هيك هون، بس مش يعني هو أقل منا، مش هو أقل من حي ولا حدا منا، بيعمل شغل بياخد العقل. ورح جرب فرجيكم قد ما بقدر ايش بيعملهم بتشوفوا كيف واحد بيسابر بالحياة وبيضحش. خلينا ناخذه مثل. درس بالحياة تعلمته اليوم، لازم تجوا تعملوا لهم زيارة، نمروا عائلته، الشغل حديد بياخد العقل، يمكن ما بيسمعوا، يمكن ما بيحكوا، بس فيهم أكثر بكثير من هيك، وبتقرب عيونهم كل المحبة وكل الشغف اللي عندهم على شغلهم. ميرسي، انبسطت تعرفت عليكم كثير. خليكم صحتكم. رزق الله على هالايام على الطريق البحريه، وقفوا تفرجوا على اوستراليان كومنولث ميليتري فورسز يلي عملوا سكه الترانش الشهيره اللي بتشوفوا الصوره الحديد انتوا رايحين صوب طرابلس. ان شاء الله ترينر بترجع على لبنان. بونجور. قبل ما اقول لك بونجور، هاي اول مره يمكن فوت على فرن وبشوف حدا لابس كفوف. ما بعرف شو فتحتي لقلبي. خبريني شو قد صار لك هون؟ خمس سنين؟ حد كنيسة الرئيسية تبعها؟ حد كنيسة مارجريت. كنيسة مارجريت، إذا حدا بده يوصل لعندك حالات كنيسة مارجريت. شو السر إنه مرش عليها شوية مي؟ مشان تحمر، لأنه العجينة ما بندخل نحن فيها سكر. عجينة دايماً بلا سكر بترش عليها شوية مي بتحمر وبتتحمص. تعلمتوا السر اليوم. واو، شو هالعجينة غير شكل، شو هالجبنة غير شكل. اوف، حتى ندوقن كلهم. عورمة مع جبنة، هاي شغلة. هاي مش شغلة، هاي حلم. هيدا هاي كل اللي شفتوا الدهن عم ينقط منها، الجبنة الدايبة. جنون. اوكي، هيك ترويقه يا بلا. الضيعه اللبنانيه، جمال الضيعه، جو الضيعه، كرم الضيعه. اسمها سلام، ويا سلام شو طيبين اكلاتها. بعقده روعه روعه، ما في منك. ايروني الو، كيفك؟ اهلا وسهلا. بحلات على البحر، سناك واحد كورانو. يا هلا. خبرني قد ايش صار لك هون؟ تقريبا صاروا شي 10 سنين، ونحن فيك تقول في يقول لك اهلا وسهلا فيك ببيتك، لانه هون نحن عائله، انا وخيي وهي وامي بنشتغل. والحمد لله ماشي الحال. واحد بيقصدكم من بيروت تاكل شو؟ بيقصدونا من كل لبنان تاكلوا تشيكن كورانو، هي الساندوتش المشهورة عندنا هون بقلب المحل وبالمنطقة كلها، يعني بيوصلنا من كلها. شحيتني ولازم دوقها. شكرا كورانو لك يعني. يلا خلتكم. قليل ما التقى بحدا أطول مني. رح بعيد. سفين دجاج. سفين دجاج بيجي مع بصل وفطر وفلفل حلو. عظيم. بتخلطهم كلهم على الجريل؟ بخلطهم مع بعضهم على الجريل. مع الصوص تبعهم، مع تشيز، بقلب الساندويتش. هذا هو الساندويتش، هذا كل هول نفس الوزن ب 12000. اعطينا رايك بصراحه. ذكرني بايام هيك انا وصغير، الساندويتش اللي عليه سمسم كثير، خبزته كثير خفيفه، بتحس بالدجاج اللي جوا ما لنا ناشفه ابدا. فيه نفس البيت يلي قليل ما تلاقيه بسناكات لبنان. هلا فهمت ليش مشهور. سناك كورانو بحالات
اول غدا من بلطة الطويلة وبكفي. ميرسي. يا اهلا فيكم. يا هلا. انتوني بونجور. هاي فادي. زمان ما حكيتها سياره منك. هذا صار يقول بيجي لعندك. اهلا وسهلا فيك. وهلا ثابت. اهلا وسهلا. قلت لي منظر حلو بس ما كنت منتظر هالقد. انتوني ادونيس فالي صحيح هي مبادره فرديه بلشت سنه 2000 بزراعه الاورجانيك، بس الجهات المانحه يلي بتقدر شغل المزارع مثلنا نحن اللي بيشتغل بطريقه نظيفه وسليمه للبيئه ما قصرت بدعمنا. دعمونا بكم شغلة كتير مهمين مثل فلتر المي يلي رح ينقي لنا المي اللي بنستعملها نحن بالطبخ وبيعلي لنا النوعية تبع الفاينل برودكتس تبعنا. كمان جهات المنحة ساعدونا بتركيب طاقة شمسية. هالطاقة الشمسية نحن استعملناها بطريقة كتير ذكية، انه أخذنا المي السخنة تبعها ودعمنا فيها الشوديير أو الحراء يلي بيعطينا بخار تنطبخ حامض الحصرم والمربى وكل شي فيه توميتو صوص جوا. قديش وفرت مازوت؟ وفرنا مازوت تقريبا حوالي 80% من سنه لهلا. وفرنا على البيئه واكيد بالكوست اوف برودكشن تبعنا صار احسن واصبط وضبطناه اكثر من هيك بكثير. هيدا الشيء حسن لنا الكوست اوف برودكشن وحسن لنا النوعيه، وبالتالي انا قدرت وسع السوق تبعي، صرت فوت على اوتيلات كبيره لانه نحن عندنا هيدا ادد فاليو زياده عن الاورجانيك، انه المبنى اللي نحن فيه هيدا مبنى بيئي قريبا رح يكون سيرتيفايد جرين بيلدينج كمان، لانه حيكون في زيرو ويست، كل البقايا الطبخ يلي بيطلعوا من عندنا رح يروحوا للدجاجات اللي رح تشوفوهم بعد شوي، السواد تبع الدجاج بيروح على الجنينه تننتج البندوره المشمش اللوز، وبالتالي بيرجع بفوتوا على المعمل. بهذا الشكل صار عندنا زيرو ويست. بالتالي كمان كل المياه اللي عم تطلع من هالبريميسز هيدي رح تتفلتر، رح ناخد 90% من هيدي المي نضيفة وسليمة ونرجع نسقي فيها الجنينة تبعنا. الشوفة مش مثل الدواء، صار لازم ذوق. أكيد، تفضل معنا نذوق شيء على ذوقك. شوية كاب. هيدي هي، بس مش أكتر من هيك. أكيد بالبيت فيك تزيد ما بعرف شو معهم، بس تاخذ الطعم الاساسيه القويه والحلوه هي بهذه الطريقه. واو. كعكه لبنانيه. كعكه لبنانيه اكيد. كعكه لبنانيه. سماء بياخذ العقل، اسيدتي عظيمه. زيت زيتون اكسترا فيرجن بياخذ العقل. صح. كله هذا الشيء. شغله. تعلمنا طريقه جديده. لبنه بالبيت مع سونجاي توميتو. عظيم. فينا كمان على اللبنه نرش خلطة نحن معروفين فيها بأدونيس فالي، هي فلار دو سيل، زهرة الملح مخلوطة مع 5 أعشاب برية من وادي أدونيس. في بقلبهم التايم، الأوريغانوم، القصعين، السماء والغار. هيدا الشيء عملناه قصد حتى أولاد المدينة اللي بعاد عن الجبل يشموا ريحة البحر. هاي لألك. هاي رامي. هاي أنتوني، كيفك؟ ماشي الحال؟ كثر خير الله. خبرني. شو بدي خبرك؟ كنت بدبي تركت وجيت على لبنان. وجيت على لبنان، بحب الأكل مبين علي. وفتحنا شيء هيك سناك صغير وحابين ندوق أكل أمتنا. شو رح ندوق اليوم؟ شريمب مع الخلطة السحلية. ما عم تاكل؟ لا كثير. كنا وقفة. ثانك يو. ها
هاي هاي بونجور، كيفك سمية أنتوني؟ تمام مش الحال، كيفك أنت؟ كتر خير الله. اللوجو كتير حلو، المحل لذيذ. هيدا ذوقك. شو ما هتغدى؟ شي كتير طيب، شي كتير قوي ناطرك، عاملين لك سربريز كتير قوية، رح فوت بلش لك فيهم أنا إن شاء الله. أنا ناطرك هون لك. لذيذ المحل، حلو المنيو، شوي هيك أمريكان ستايل، وسمية بالآخر، أكيد أكلته طيبين. رح فوت على المطبخ شوف شو عم بحضر ونرجع نتغدى سوا. بيكبر قلبي ساعة بشوف محل ديره حدا شاب مثلنا، اللوجو تبعه كتير أمريكاني، عامل انفستمنت على المحل تبعه، صحونه كتير حلوين، وهلا بندوق وانا بعتقد كثير طيبين. الخبزه بتاخذ العقل، الدجاج كثير طيب، ما فيه زيت، الفريت عظيمين. ما بدي اشبه لمحل ثاني بس روعه، يعني ما كنت منتظر هيك. الف صحتين. هات ندوق. دوق البرجر كثير طيبه، وان اوف ذا بيست برجر يعني ان تاون. هيك شو طريقه. هيدي سبيشاليتي تبعنا، فيها تركي، فيها بيبروني، وفيها تشيز. زيادة عن اللحمة. واو واو واو، خبزة من سبلايرز كتير مهمين بالبلد. أكيد. وكتير طرية من أهم السبلايرز بالبلد. البندورة والكبيس very fresh، اللحمة طرية، الصوص عظيمة، منا يعني كل شغلة معمولة مثل ما لازم. وقال لك المظبوط، هذا الساندويش ما كنت منتظر كل شيء طيب، خبزتك تاخذ العقد، القلية، الباترينج المعمول. نحن بنشتغل بهاي ستاندردز وهاي كواليتي، كل البرودكتس تبعنا من فاينست برودكتس بالبلد، ما بنقبل انه نجيب شيء مش منيح او نوفر بشيء ابدا. سناك سلوم على طريق حلب، على طريق البحريه. مزبوط. شو رح دوين اليوم؟ باربيكيو تشيكن. باربيكيو تشيكن. مزبوط. يلا. باربيكيو تشيكن. الجبنة المحمصة مع الخبزة. التشيكن الطري مع الباربيكيو. بتحس بالصوص الباربيكيو بلا ما تحس سويتنس كتير. مزبوط. حبيت فكرة البندورة المشوية. منيحة. نبيع؟ ميرسي؟ عاشو، ميرسي لألكم. باربيكيو تشيكن سلوم بحلال. عايز بكفي. بس اتعرفت عليك. حبيبي. هاي شادي. هاي أنطوني، كيف؟ النحل بيوصل لعندي مرتبين عسل على البيت، بتطلع فيه بقول عسل، بياخد معلقه بتاكلها. بس لو واحد بيعرف قديش اخذ شغل، قديش اخذ تعب، قديش فيه مجهود من النحله ومن العالم اللي حواليها، يمكن بيغير وجهه نظره وبصير ياكل منه اكثر وبيدعمكم اكثر. خبرني انتو شو عملتوا لهالاندستري والعسل بلبنان شو وضعه؟ صحيح، بالواقع النحل في شغل كتير، يعني مش بس النحال بيتعب، النحل كمان عم بتجيب النكتار من الطبيعة تحوله لعسل. اللي عملناه هلأ بهالآخر سنتين لخلق مركز بالمنطقة للنحالي تا يكونوا عم بيقدروا ياخدوا المعلومة عن النحل بشكل لازم، تدريب للنحالي، ولأكثر من هيك هو شغل شمع النحل. بيكون لونه أصفر الشمع عادة، بس تتعب وتشتغل فيه النحلة على مر السنين بيصير لونه أسود. مبين بتلاقي إنه محروق بس هو تعبان. صح، هيدا بيصير تعبان، هيدا ما لازم بقى ينحط بالنحل، لازم كل نحال يتلف كل سنة نص الشمع تبعه. واللي عملناه نحن قيمة إضافية للنحال إنه عم بيتكرر ويتعقم، لأنه أول كونتاكت مع العسل هو الشمع. إذا الشمع ما كان معقم وما كان نظيف، يعني العسل بعدين رح يصير منه نظيف، ومنعرف شو عم نعاني من مشاكل بالغذاء. أكيد الحشرية، شوف هالمكنة شو هي، شو نفوت نشوفها؟ أكيد هلأ رح نشوفها كيف بيتعقم، كيف بينصب، كيف بينعمل. أنا وياك. و...
يوصل الشمع بيتعقم لهون، بنعمله فونتاج كله ستانلس ستيل مسخني، بنعمل هون من بعد التعقيم كمان في مرحلة ترقيل، وفي تراج 8 فلتر بيقطع عليهم تيوصل لهون تينزل عم ينصب بالشكل اللي عم نشوفه فيه. خبرنا قديش تغيرت حياتها النحالة، قديش هالسيرفيس تعطيتهم اياه، خاصة هالسنتر اللي عم نشوفه مع الصفوف اللي موجودين تتعلمون كيف يشتغلوا حالهم، غيرت لهم بإنتاجهم. بالواقع هون النحال هو شمعاته بجيبهم وبيشتغلهم بنعمل له اياهم. وفرنا عليه أول شيء إنه يكب الشمع، إنه يحط مصروف هائل تيروح يعملوا محل بعيد كتير، لأنه نحن موجودين بمنطقة العقابي، هون بالمنطقة حوالينا يعني من البترون للمتن للجرود ما في هيك مركز نحيل، ما عنده يعني إذا بده يروح أبعد بده يتكلف أوقات البنزين بيطلع بقيمة الشمع. يعني اللي حسنا له إياه مش بس وفرنا، كمان عم نقدم له أفضل شمع ممكن تا ينتج أفضل عسل بالمواصفات الجيدة والعالمية. يعني نحن مع النحال من الأثير من الخلية من طريقة التربية من الشمع لصب الشمع في مكان للتمرين والتدريب، حتى العسل طريقة العسل كيف يفرز العسل بأفضل نوعية ممكن أفضل طريقة ممكن قادرين نشتغل معه صرنا، وهون عم نعطي قيمة إضافية للمشروع. إذا حدا بده يعمل عسل صار يعرف وين في يشتري شمع، كيف في يبلش، بيجي بيتعلم شادي أستاذ بالجامعة، وإذا بدكم كمان بس تاخذوا شمع تتحطوا شمع عندكم بالبيت مثل ما أنا رح أخذ كم وحدة للبيت فيكم كمان، ما بتوفي معنا بس هون القيمة الإضافية إنه إذا حدا جديد بده يتعلم مهنة النحل وين ممكن بلبنان يلاقي محل يتعلم مهنة النحل، ما بده يروح على جامعة بلا أي بيع عند شادي مش أهلا المركز. وسهلا مبتدئين بيقدروا يبلشوا بمهنة النحل، علمهم كل شيء من المركز تبعكم من الصفر. هوسكو شركة هوسكو أجري. بسط عرفت عليك، يا أهلا وسهلا. شو بدي خبرك، نحن بلبنان عندنا بحر ما فيش منه بالعالم، بس العالم نزعته. يعني العالم نزعته، انا خلقت بالبحر. يعني قد ايه صار لك بحار؟ صار لي وقت ما خلقت، ما بابي صيد سمك وعنده جميع العده كان الله يرحمه، هو عمي هيك لقيت عمي. كان شغلنا كله بالعمر 12 سنه، يعني انا بالمدرسه ننزع على البحر، كان خيرات الله. السمك مع الوقت عم بيخف؟ عم بيخف. قبل كنا ما شاء الله شو بدك تقول فيه، عايمنا نحن مثلا كانوا 20-30 شخطورة، هلأ صاروا بالألوف. يعني خف السمك كتر العالم، بالعكس. حياة البحار بتبلش على 4 الصبح أو قبل؟ أنتوا تتصيدوا بالليل أو تتصيدوا بالنهار؟ هلأ في شباك بينحط من عشية بيشيل الصبح، وفي شباك مثل هودي بينحطوا الصبح الساعة 3 بيشيلوا الساعة 6 الصبح. والحمد لله اللي بيقول لك انه البحر بيحمل زغل او السمكه بتضر قال له كذاب، من ما كان يكون مصدر مسؤوليه. فيك تعيش كل حياتك عم تاكل سمك وبتضل صحتك مثل النار. الحمد لله لحد اليوم حبه بنادول ما بناخذ. حلو كثير. بيتنا بال 86 87 كله الصبح بياكلوا سمكاتهم كاس العرق، ما ياكلوا حبه بنادول. هيدا لبنان البحر والجبل، لبنان الناس الطيبة، لبنان الصيادين المرتاحين مع حالهم يلي مبسوطين بحياتهم، وطالما ما أكل سمك وما سخن بحياته رح بلش يأكل سمك أكتر مفروض. بس سمك مناطقنا مش اللي بيجيبوه من برا. لا لا لا، سمك من هون. مرمتنا اليوم كانت بحلال، أنا كنت عارف منها بس البحر، ويمكن سمعين عنها بس منطقة صناعية، بس فيها شعب كتير طيب ومنطقة كلها سكان، أكثر من 6 رواقات، 4 غدوات، طلعنا شفنا أورجانيك فارم، وهلأ مع الصيادين بالبحر، منطقة حلات فيكن زروها بين تبرجة وجبال، مشوار بكفي وبنلتقى بالحلقة الجاية. رح تصيد؟ هلأ، خليني أعمل عربية. بنتصيد مرة الجاية، يلا.